السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وبإذن الله هتقدروا تعمليها بمنتهى السهولة. يلا كده يا بنات نحط لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مننا كل جديد. شير بقى مع اصحابكم عشان ناس كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا. وصفتنا طبعا النهارده يا بنات ان شاء الله هتبقى للرموش. طبعا اي بنت بتبقى محتاجه ان هي تطور رموشها، بتبقى طبعا فينا في بنات بتعاني من الرموش الخفيفه، من الرموش القصيره، في اللي ملوش رموش خالص. ان شاء الله بعد النهارده وبعد ما تشوف الوصفه بتاعتنا ديت مش هتعاني من المشكله دي تماما. الرموش يا جماعه ده بتبقى صفه من صفات الجمال، يعني اي بنت طبعا بتحب ان هي تبقى جميله ورموشها طويله لان دي ميزه كويسه. تمام، فاحنا النهارده ان شاء الله الوصفه بتاعتنا دي خلال 3 ايام هتبان معاكي النتيجه. المفروض يا جماعه الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده ديت ده المفروض بتمشي عليها يعني لمده 15 يوم على ما تجيب معاكي نتيجه كويسه، بس خلال 3 ايام بالظبط ده ان شاء الله هتبان معاكي فعلا نتيجه كويسه جدا. هتخلي رموشك اكنك يعني اللي يشوفك هيقول ده مركبه رموش صناعيه من تقلها طبعا وطولها والحاجات دي كلها. بس احنا طبعا بدل ما نركب صناعه وبدل ما نعمل الكلام ده كلته لازم رموشنا تبقى طبيعيه، علشان دي طبعا صفه من صفات الجمال. وطبعا اي بنت بتحب ان هي طبعا يعني بتبقى جميله وبتبقى يعني مظهرها كويس وشكلها كويس. طب تعالوا بقى نقول لكم الوصفه بتاعتنا دي بتتكون من ايه. حاجه بسيطه خالص وموجوده طبعا عندك في كل مطبخ، ما بيخلاش منها المكونين دول، يعني مش هنروح بقى لا نشتري ولا هنكلف نفسنا ولا هنعمل اي حاجه ولا هنقول الحاجات دي صعبه علينا ومش هنعمل، لا. هي بصله بس يا جماعه من مطبخنا، ده كل الموضوع. بصله واحده بس صغيره بالحجم اللي انتم شايفينه دول. المكون الثاني زي ما انتم شايفين زيت الزيتون. تمام، فانا زي ما انتم شايفين كده هجيب البصله بتاعتنا وهنبشرها. المبشره عندنا وهجيب البصله زي ما انتم شايفين كده وهبشر. محدش يستغرب يا جماعه الطريقه، طريقه سهله جدا وهقول لكم انا ببشر ليه. ده كده يا جماعه فرمت البصلايه اهيت زي ما انتم شايفين، فرمناها على المبشره خالص بالشكل ده كده. طبعا كلنا عارفين ان البصل يا جماعه فيه عناصر طبيعيه لتطويل الرموش وتكثيفها، يعني بتخلي الرموش تقيله معاكي. حتى الناس اللي هي ملهاش رموش لو انت عملت الوصفه ديت رموش غصب عنك هتنبت وتطلع وتبقى زي الفل. تمام، فاحنا طبعا معايا ده كده خلصنا البصله، معايا زيت الزيتون هاخد منه 3 معالق. طبعا احنا هنحطها على النار، فلازم يكون معانا حاجه زي دي كده تستحمل ان هي تحط على النار. فانا هحط المكونات ده كده يا جماعه البصل، بعد كده معايا زيت الزيتون هحط حوالي 3 معالق، ده كده معلقه، بالشكل ده كده. لو انت عايزه تكبري الكميه كبريها شويه كده. ده كده يا جماعه اهو زيت الزيتون 3 معالق كبار من بتوع الاكل، يعني اساسا انا عملت من بتاعه الشاي معلقه صغيره من بتاعه الشاي، فالمفروض 3 معالق كبار من بتاعه الاكل زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده يا جماعه نحطها على النار ونفضل نحرك فيها كده تحريك بسيط والنار تكون هاديه خالص لمده دقيقه واحده. يعني احنا هنفضل نحركها كده على النار لمده دقيقه واحده والنار تكون هاديه زي ما قلت لكم. ما بنحمرهاش يا جماعه، محدش يفكر ان البصله دي بتحمر، لا هي بتسخن بس، وزي ما قلت لكم تحريك بس لمده دقيقه واحده بس. تمام، تعالوا بقى نحطها كده على النار. ده كده يا جماعه البصل اهوت مع زيت الزيتون بعد ما حطيته على النار، طبعا النار هاديه زي ما قلت لكم، يا دوبك تقعدي دقيقه كده على ما يمتزج الخليط ببعضه، وبعد كده ان شاء الله هنصفي الخليط واقول لكم تعملوه ازاي. ده كده دلوقتي يا جماعه هنصفي الخليط اهوت زي ما انتم شايفين في مصفى علشان هاخد منه الزيت. ده كده خليط بعصارة البصل، ده يا جماعة أقوى خلطة لتطويل الرموش.
ده كده دلوقتي يا جماعة الخليط او الوصفة بتاعتنا اصبحت ان هي جاهزة ان احنا نستعملها. طيب هنستعملها ازاي؟ ده ان شاء الله هنستعملها كل ليلة قبل ما نيجي ننام بنستعملها. عندك فرشة من بتاعة الرموش، ممكن ان انت يعني تعكي الزيت دوت وتدهني الفرشة الرموش بتاعتك وانت مغمضة، يعني ده الكلام ده عند ما تيجي تنام. ما عندكش فرشة ممكن بأي قطنة ولا حاجة، ونفس الشيء برضو تدهني من الوصفة ديت وتحطي على الرموش بتاعتك وتصبح الصبح ان شاء الله هتغسليها ومفيش اي حاجه، ظرف 3 ايام بس ان شاء الله هتبان عليك النتيجه. المفروض يا جماعه الوصفه دي بنستمر عليها حوالي 15 يوم بس، يعني في خلال 3 ايام ان شاء الله هتبان فعلا النتيجه عليكي، وهتبان فعلا ان انت عندك رموش طويله وتقيله زي الفل. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، شيروا الوصفه عشان بنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.